تربح معنا مرة تانية في حلقة اليوم جايزتنا كثير كبيرة 10,000 دولار اتصلوا فيها هلا على البرنامج على الأرقام يلي عم تطلع هلا على الشاشة ويا ترى مين حيربح معنا هلا بعد شوي خلونا نشوف من الاتصال بحبكم وبعشقكم كثير يلا 10,000 دولار يا خالد وائل صبايا وشباب البرنامج وينني يوم ما حدا اتصل فينا وبذكركم انه اليوم جايزتنا كثير كثير كبيرة جايزتنا هي 10,000 دولار الو الو هادي صديق البرنامج من كايغو كيفك اهلا انت جاهز لتربح معنا جايزة اليوم طبعا انثى الفيل بتضل حامل لمدة 7 أشهر 8 أشهر أو 9 أشهر بصي هو 7-8 صعب متهيألي نقول 9-9.5 كده لا في 7 و8 و9 ما فيش 9.5 طب خلاص خليها 9 عشان يعني تلحق تاخد راحتها 9 ده آخر كلام إن شاء الله غلط إن شاء الله المرة الجاية تربح معنا يا هادي ويكون حظك أحسن من هيك صارت الساعة 9:05 يا هادي وينك لهلأ؟ ليه بعد ما جيت؟ في الشارع يا حبيبتي من الساعة 8 والله الشوارع زحمة قوي بصي هو عمال أضرب كلاكسات من الصبح مش كنت جيتي عندي زي كل مرة؟ لازم يعني نقضيها في المواصلات كده أنا مسافرة بطيارة الساعة 5:07 على باريس ما أنت عارف والمطار 5 دقايق من البيت ولو جيت لك الطيارة بتفوتني يا أستاذ المهم بس طمنيني غازة أخوكي فين؟ اوعي يطب علينا ده مجنون يعمل لنا فضيحة قول لحالك لو اتزوجنا رسمي مش بورقة عرفي يا هادي بيه ما كنا شفنا ولا من غازي ولا من 100 غازي طبعا هنتجوز رسمي وهعمل لك فرح بس لازم فرح يليق بيكي انت نجمة يا ماما وبعدين يعني احنا بنعمل حاجة غلط ولا حرام ده جواز شرعي المهم بس عايز اطلب منك طلب ممكن تلبسي لي قميص النوم الروز بتاع المرة اللي فاتت عمل معايا شغل جامد قوي ما انا لابسه ماشي حبيبي انا جاي اهو يلا باي باي مساء الورد عم خليل يا مساء الفل يا هادي بيه اتفضل اتفضل فين يا عم خليل يلا فين الورد مفيش وقت الورد جاهز يا واحده قوام النبي الورد اهو يلا عم خليل شويه ورد انما ايه بقى تحفه حلو حلو ايه اكتب ايه بقى على الكتب هتكتب ايه هتكتب ايه اكتب ايوه الى احلى قميص نوم روز في الدنيا ايه يا ده انا عليا جمل ده انا عليا جمل غازي افشوا هالليل انقطع القميص عم فكر فوت نام لا دخيلك يا غازي قصدي انا قلبي حاسسني انه انت اليوم حتربح رجال ختيار تحت بسيوني الظاهر عم بيودع على الاخر وفي حفله بكى عندهم تعال تعال يا هادي اتفضل اتفضل الله يفيك الخير سلام عليكم هادي بيه أبو العز ابن أبو العز بيه الله يرحمه صاحب العمارة صاحب الحج بسيوني وحبيبه كتر خيرك ما نحرمش منك أبدا تعبت نفسك ليه لا إزاي ده الحج بسيوني عزيز على الكل فضل فضل تعال يا والله ابن حنان مصفي وصاحب واجب طول عمرك انت ما تعرفش زيارتك النهارده رفعت روحه من معنويه قد ايه الحمد لله وانت عرفت امتى هادي دلوقتي امال مين الست اللي جت عادت على كتفي دي الست امينه بنت الحاج بسيوني الحاج بسيوني مين الحاج بسيوني البيسي عميد عائله البيسي يا حبيبي مرمي في المستشفى بقاله سنه بيتعالج
وفي الاخر لما حالته اتاخرت قوي الدكتور قال خدوه على البيت لغايه لما السر اللي لا يطلع. هو كل ده والسر اللي لسه ما طلعش؟ دي بنته شكلها بيخلص. ماما يا حبيبي يا ماما ما تعمليش في نفسك كده يا مدام عزيزه. ماما ودي مين دي كمان؟ دي بنت الحاج بسيوني التانية مدام عزيزة الكبيرة. دي جاية علينا نعملها السوق. ازيك يا استاذ عبد التواب؟ بخير بخير يا مدام عزيزة. هادي بيه ابو العز ابني ابو العز بيه الله يرحمه حبيب الحاج بسيوني الله يرحمه قصدي ربنا يشفيه. خلاص يا خلاص 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 يا مدام عزيزة احنا معاكي اعتبرينا اخوات الحاج بسيوني الله يرحمه واي حاجه انت عايزاها احنا تحت امركم في اي شيء كبير وصغير. نعم انت مين؟ بس شو؟ الحاجة بسيوني بسيوني البيسي. حاج بسيوني تحت تحت مش هون. هو مش هنا تحت اصلنا اصلنا من ساعة لما عرفت ان هو في غيبوبة يعني وانا مش قادر اتمالك اعصابي يعني. عم فهمك بيت الحاج بسيوني تحت تحت مش هون. طب حضرتك من فعل ليه حتى ده كان طالب مني مهلبية وانا جايبها له وانا جاي يعني ما فيهاش حاجة يعني. بتصير فضل اوديك لعنده. يا حبيبي يا حاج بسيوني ده مش بس مربيني ده مربى ابويا كمان. خلاص انزل انزل. ايه هون شو مش شايف البكي والنواح؟ هادي يا حبيبي هادي هادي ايه انت رحت فين؟ بكي في جنبي ما لقيتكش. متداري يا عمي متداري يعني عايزهم يشوفوني وانا منهار. طول عمرك حنين يا حبيبي. امال ايه يا عمي؟ امال ايه هو ده اي حد؟ ده الحاج بسيوني بسيوني البيسي ده انا ما شفتوش يجي من طب بس 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 استأمينة لو سمحت هادي بيه بس عايز يبص على الحاج بسيوني ويدعي له يمكن ربنا يكرمه ربنا كبير ان شاء الله. روح معاه. تعالى يا هادي ما تكسفش انا زي بيتك. تعالى يا هادي تعالى اتفضل اتفضل. يا ما شاء الله انتوا بس قلقانين ليه؟ ده حتى وشه منور اهو. يا حبيبي يا ماما عرفت من بعدك. ايه الو انت رحتي فين يا ابن انت؟ جازي فال وانا لوحدي. طالع لك حالا انت وحشتيني قوي. أنا؟ ده أنا هقطعك. طب يلا ما تيجي. بقولك إيه؟ إثباتي على القميص الروز. يلا طلع لك أهو. باي. رايح فين يا صايع يا ابن الصايع؟ أنا سامع صوتك بالصبح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا ست أمينة. الحاج بسيوني فاق واتكلم يا إخوانا. قميص لون روز يا وسك. شو جايبك؟ جيت تاخذ مصاري نسيته بالبنطلون الثاني. لكن هدي شو بك مصفرة كأنك شفت شي وحش؟ بس شو؟ بس بسيوني بيت الحاج بسيوني تحت تحت. حاج بسيوني تحت. حبيبي حاج بسيوني حبيبي حاج بسيوني حبيبي. اي انا مش شوي اي حملتك من ايدك ونزلتك لعند الشقه لتحت. هرجع كده هرجع جزز جدا يعني ما انت شو قدر الموقف يعني حرام عليك. يا كلمه عن الحاج بسيوني وصيته. حاج بسيوني لك فين من هون؟ Thank you.
أنا بعرف إنه هالجنية بتموت فيها. هادي عيون هادي. نحن ما عم نعمل شي غلط. لازم غازي والناس كلها تعرف إنه نحن متجوزين. طبعاً يا حبيبتي هيا، وقريب جداً كمان. أنا ريم ياشا، أجيب حاجة نشربها. أنا حجيب لك، حأشرب معك كمان. هي آخر ليلة قبل السفر. يا حبيبتي أنتِ هتقعدي برنسيسة، وأنا هقوم أسربس عليك. فوطة بيضة وقميص روز النهاردة زي ما أنتِ. إيه الورد الجميل ده؟ كاتب لي إيه بقى؟ شدة وتزول؟ ربنا يعفي عني. هادي 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 هادي. عيادة الدكتور شوقي سليمان. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. مظبوط يا فندم. تشرفت. يعني اي دكتور. حلو. مدام نادين اتفضلي. دكتور شوقي عايز حضرتك. تعمل أشعة وتحليل دي امتى؟ يعني من حوالي اسبوع كده. بلاش دلع يا استاذ. تسمع حضرتك قلت لي ايه؟ هادي يا ابو العز. واضح ان مدام نادين مدلعاك قوي. ما عندوش اي حاجه. وارجوك تاخدي الكشف اللي دفعتيه وانت خدت. الله يطمنك يا دكتور شوقي. ده انا لقيت سفري من كتر الخضه. مش عارفه كيف بدي اشكرك. خلاص تطلعينا معاكي في البرنامج بقى. طبعا ده شغف ليا. فرصه سعيده قوي يا هادي. هادي يا ابو العز. معلش انا دماغي النهارده. لا الله يكون في عون حضرتك. انا متشكر قوي. فرصه سعيده. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. فرصه سعيده جدا. شكرا يا دكتور. مع السلامه. الحمد لله. مدام نادين؟ ايوه. خلاص سلمهم على شغلك. ميرسي انا. ايوه. حاضر يا فحسنة. مدام نادين؟ ايوه. دكتور شوقي عايز حضرتك دقيقة جوه تاني. شو عم بتقول؟ ما بصدق. مش معقول. مش هيعيش أكتر من ست شهور. الحالة في مرحلة متأخرة جدا. أنا ما أقدرش أقول الكلام ده قدامه طبعاً، لكن حبيت أقوله لك عشان الأمور اللي زي دي بتحتاج ترتيبات. مدام نادين أرجوكي أنا عاوزك تتماسكي. ده أمر ربنا وجايز برضو ربنا يكتب له يعيش. في أمل؟ ضعيف جدا. أستأذن إيه؟ أستأذن إيه؟ دي مراتي اللي جوه. دي مراتي. فين يا نادين؟ مفيش. حياتي مفيش شيء. الدكتور كان بده ينزل معي بالبرنامج وبس. لا 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 الموضوع ما موضوع مش موضوع برنامج. انت ما بتعرفيش تكذبي. فين يا دكتور؟ بنفس المرض. أرجوك تقولي أنا عايش قد إيه يا دكتور؟ أنا أقدر أواجه مصيري بكل شجاعة؟ Dance with me, make me sway.
Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. نادين صدقيني اللي أنا بقوله ده هو عين العقل. أنا ما قبلش إنك تربط حياتك بحياة واحد معكم علي بالموت. هنسيب بعض دلوقتي واحنا بينا ايام جميلة عمرها ما تتعوض. كل ده اخر هدية مني ليكي عشان تفتكريني. والحمد لله ان احنا ما اتجوزناش رسمي وجبنا عيل يلاقي نفسه في الدنيا من غير اب. نادين نادين احنا هنقطع الورقتين اللي بينا عشان تبقي حرة وانت عيشي. الحياة حلوة قوي. وحبي واتجوزي بس وعديني لو خلفت عيل سميه هادي. بس يا سيدي وقطعنا الورقتين وبصنا الايدين ونزلنا الدم. قبل بقى ما نخش على النكد وتقول لي رايح فين وجاي منين نقفل الموضوع قفله حلوه قبل ما تقول لي نطلع المأذون. اه يا اخويا تجيبها وتيجي للحانوتي. وانت اي حانوتي؟ ده انت حانوتي الحب. ولا ما تشتغلنيش انت لا عمرك حبيت ولا عرفت الحب. طب والله العظيم ثلاثه انا حبيت نادين ومش بس نادين مفيش واحده اتجوزتها لما حبيتها. طب اقول لك على حاجه انا وشي حلو عليهم اتفرج على النادين دي كمان سنة هتبقى أكبر نجمة إعلامية في الوطن العربي هتشوف. مراتك؟ اقفل الكاسة اقفل الكاسة شيل شيل الإزازة دي. أيوة انتصار أنت فين؟ أنا عند هادي أبو العز صاحبي. وبتعمل إيه عند الصايع ده؟ الله يجازي شيطاني كان انتصار. لا هادي تعبان بس كنت جاي أكشف عليه. ولوحدكم بقى ولا معاكم حد؟ لا لوحدنا والله. طب شغل الكاميرا شغل الكاميرا وريني كده. حاضر. ازيك يا مدام انصار؟ معلش خدت الدكتور مني بس تعبان قوي. سلامتك. الله يسلمك. شوقي يا شوقي. ايوه حبيبي. سيف ابنك بيكح وعنده حراره اودي له الدكتور ولا ابوها يجي يشوفه؟ لا ابوه يجي يشوفه ليه؟ انا جاي حالا انتصار. ما تتاخرش. انا جاي حالا. عرفت بقى انا ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ انت هتروح البيت لا هتلاقي الواد عيان ولا عنده اي حراره. توكل على الله ربنا يعينك على ما بلاك. السلام عليكم. السلام يا ذكر. صارت الرجاله. اهلا وسهلا بك. صباحك الخير يا عم. ايه مكلف نفسك ليه؟ يا سلام وانا عندي عجل شريف. امال هو فين؟ يا شريف شريف تعال ما شاء الله كبير. تعال كل سنه وانت تعالى بقى سلم على عبد الكريم. بوسه بوسه. شفت بقى جبت لك ايه؟ اتفضل يا عم. بوسه ايه؟ امال حقيقيه بقى. الحق بقى يا سيدي البوفيه. بوسي ازيك يا هادي؟ يا ريت والله يا ريت ده انا عازب وعايش لوحدي
قوي. انا اسفه عن اذنك. استني بس استني استني استني, استني. احنا نعرف بعض من 20 سنه. ايوه من 20 سنه, في الوقت اللي انا بدات فيه اوعل الدنيا من حواليا وارسم صوره في خيالي للبنت اللي انا بحبها. خدي المفاجاه, البنت دي انتي. نفس الشعر, العينين, تدويره الوش, البق. قعدت مع نفسي كده وقلت يا وادي يا هادي, تفتكر دي ممكن يكون اسمها ايه؟ لقيت نفسي برد بسرعه بقول انت هادي, تبقى هي نسمة. عرفتي بقى ان احنا نعرف بعض من زمان. اسمع. نعم. انا خريجه كونسرفاتوار. ايوه. يعني انا اكتر واحده سمعت اسطوانات في الدنيا, والطريقه اللي انت داخل بيها دي بلدي قوي. وعيب تبقى في بيت محترم وعند ناس محترمين وتعمل كده, منظرك يكسف ودمك يلطش. شوي 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 قلبي هيقف. شوي انت فين؟ اسكت هموت هموت بجد. ولا وحيت اهلك, انا مش ناقص. انت فاضي بقى اليومين دول ومش لاقي واحده تعمل عليا الشويتين بتوعك, هتعملهم عليا انا. لا 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 لا, ده كله كوم ونسمه كوم تاني خالص. نسمه مين؟ اقعد احكي لك. اسمها ميس نسمه, مدرسة موسيقى في المدرسة اللي قدامك دي. إنما إيه؟ ملاك ماشي على الأرض. شفتها في عيد ميلاد حفيد عم عبد التواب. وعملت معاها إيه؟ ما أنا يا شوقي, أنا صاحبك دمه يلطش وقليل أدب وما ترباش. أنا لا ما قالت لك كده ودينك؟ وتهزيق ومعاملة كلاب واحتقار وحاجة إيه؟ الله الله, ايه السعاده اللي انت فيها دي؟ ولا انت بتهزق وخلاص؟ لا انا كده طمنت على نفسي, يبقى مش انا الراجل الوحيد اللي بتهزق. لا طمن. صدق يا شوقي, انا بقالي يومين بفكر, اكتشفت ان انت من ارجل اصحابي. عشان كده انا ليه عندك طلب, وعارف ان انت لا يمكن هتردني. عاوز ايه المره دي؟ اقولها انك هتموت مقدما؟ هتقولي غور في 60 ده؟ لا 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 لا, ابسط من كده بكتير. هو انت مش بقيت بتروح مستشفى الصبح؟ ايوه. يعني العياده بتبقى فاضيه الصبح؟ نعم. ممكن يا صاحبي تديني مفتاح العياده الصبح؟ كفايه بقى يا هادي, كفايه بقى. والله العظيم ابدا, انا مش هعمل حاجه. انا بس كل اللي هعمله ان انا هحط كرسي بره واعمل لنفسي فنجان نسكافيه واقعد اتفرج عليها وهي داخله وهي خارجه. بس لا لا, تصدق بقى ان انا بقالي يومين بفكر واكتشفت ان انت اندر اصحابي. انا كنت عارف انك هتعمل كده. ماشي يا شوقي ماشي. معلش يا هادي, احنا اصحاب بس مش كل حاجه تطلبها مني اعملها لك. شوف كنت هنسى. والله انت ابن حلال, والله انت ابن حلال. اتفضل. ايه ده؟ دي صور المؤتمر الطبي بتاع رومانيا. مؤتمر انت مالك بيه؟ الناس بعتنهم لي عشان فاكرين ان احنا اخوات مش بس اصحاب. يا نهار اسود, الله يخرب بيتك. مين اللي ركب الصور دي؟ عرفت بقى ان انا بضلل عليك وعلى بيتك عشان بيتك ما يتخربش في نفس الوقت اللي انت واقف فيه عقبه في طريقي وسعادتي. ده ابتزاز ابتزاز. مين الواطي ابن الواطي اللي ركب الصور دي؟ شوقي شوقي يا شوقي, هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ اهلا 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 يا استاذ هادي. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ده هادي كان جاي لي عشان اكشف عليه, حالته وحشه خالص. ما هو الاستاذ هادي مش مهتم بصحته, بيجهد نفسه على الاخر. الحقيقه الدكتور شاوي الله يبارك له نصحني ان انا اروح مصحه في رومانيا, بيقول لي ان هناك الطب تقدم قوي. ده حتى لسه مفرجني على الصور. صور ايه دي يا شوقي؟ صور المصحه بتاعت رومانيا. لا لا, رومانيا ايه؟ لا خليك هنا احسن, خليك الطب هنا.